يعني عايزين برضو ننتقل مع حضرتك لتحدي آخر أمام الدولة المصرية، وهو مشكلة الزيادة السكانية. رئيس الوزراء بيستعرض مع وزير الصحة خطة تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية. اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان لاستعراض خطة الوزارة لتنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية. وأكد رئيس الوزراء أن يأتي في إطار حرص الحكومة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية لتنمية الأسرة المصرية، لكونها تستهدف ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية بهدف تقليل الأثر السلبي للزيادة السكانية غير المنضبطة على معدلات التنمية. مشكلة الزيادة السكانية موجودة وتحدث عنها السيد الرئيس أكتر من مرة، إزاي حضرتك شايف هذا الاجتماع؟ شوف، الحد من الزيادة السكانية أحد المستهدفات التي تعمل عليها القيادة السياسية بشكل دائم، لأنه الحقيقة هذه الزيادة المضطردة في عدد المواليد والتي تصل إلى 2.7 تقريبا سنويا يعني بتلتهم كل ما يمكن توفيره من أجل جهود التنمية. مصر لديها خطة عامة زي ما قلنا، ولها استراتيجية يعني عامة اسمها 2030 تسير فيها في خطوط كثيرة جدا متداخلة ومتوازية، وخطة عامة للتحرك بالدولة إلى مستويات وآفاق جديدة. ضمن هذه الخطوط بالتأكيد هاجس مهم جدا الحقيقة هو موضوع الزيادة المضطردة في أعداد المواليد. يعني بنتكلم زي ما قلت على 2.7 زيادة في أعداد المواليد، بنتكلم في إجمالي نمو سكاني عام تقريبا في حدود 1.7 يعني تقريبا داخلين على 2 مليون بني آدم زيادة سنوية في عدد السكان. وهو ما يعني أنه إذا مشينا بهذا المعدل في 2050 تقريبا ممكن بنتخطى 150 مليون نسمة، وأعتقد أنه رقم ضخم ورقم كبير جدا. ضمن الإجراءات وضمن ما تتخذه الدولة من تدابير للحد من هذا من هذه الزيادة المضطردة ما أشرت عليه سيادتك، وهو موضوع استراتيجية الأسرة أو تنمية الأسرة المصرية. هي بتعتمد في المقام الأول زي ما قلنا على الحد من هذه الزيادة السكانية، مسألة يعني متعلقة أو تتعلق بالتوعية بخطورة هذه المسألة، مسألة تتعلق بمدى توفير الدولة يعني وسائل تنظيم الأسرة، رفع الخصائص الإنسانية يعني للمواليد، رفع الصحة العامة للمرأة، رفع يعني العمل على مشاركة المرأة في العمل بشكل جدي، مشروعات صغيرة يعني تشارك فيها المرأة و يعني تضع جهودها في هذا المجال. لأنه احنا عارفين بالتأكيد لو تابعنا النسب هنلاقي انه يعني مستوى زيادة الزيادة السكانية في الأوساط المتعلمة بالتأكيد أقل بكتير من الأوساط التي لم تنال يعني حظ مناسب من التعليم. هنلاقي انه المرأة العاملة مثلا يعني مستوى الزيادات السكانية في الأسر التي لديها نساء عاملات بالتأكيد أقل بكثير من هذا. يعني التوسع في إنتاج زي ما قلنا وسائل تنظيم الأسرة وزيادة التوعية والبرامج التي تختص أو دمج مثل هذه البرامج في السياسة التعليمية للدولة وفي كثير من مؤسساتها هيساعد بالتأكيد على السير في هذا الاتجاه، توفير عدد كبير من المستشفيات التي والمراكز الصحية التي تستوعب هذه الأعداد وتهتم بصحة المرأة والطفلة إلى آخره.